السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم على قناة شارع بين حارات. قبل ما نبدأ نقول صلى على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. بشكر كل الناس اللي اشتركت القناة وهتشترك إن شاء الله بإذن الله، جاي لكم بأحلى وأقوى مشروع فعلا في الأيام اللي جاية. مشروع الآيس كريم ده مشروع من أنجح وأروع المشاريع. أنت ممكن تعمله في البيت، البسكوت موجودة والآيس كريم ممكن تعمله في البيت، وفي الآيس كريم جاهز في عند أسامة محمد عثمان، وفي ممكن تنزل تشتري الخامات من شارع بين الحارات من باب البحر وتعملها في البيت بجميع الأطعمة اللي أنت عايزها، بالفاكهة بالكريمة بالجيلي بجميع الأنواع كلها إن شاء الله متواجدة في باب البحر. باب البحر ده في كل الخامات اللي تخطر على بالك، للكيك والشوكولاتات والايس كريمات وكل حاجه، بالسوس بكل حاجه ان شاء الله. باب البحر، باب البحر ده في رمسيس، متفرع من شارع الفجاله كلوبين الشارع باب البحر وشارع بين الحارات، الاتنين جنب بعض. كنوز من كنوز القاهره، من انجح واروع المشاريع. الحاجات دي بتتباع في شارع باب البحر.